إلهي. مما يعين على حفظ الوقت، أوصي كل من يريد أن يبارك الله له في عمره، أول ما تفكر فيه حق الله عز وجل. إذا أردت أن تحفظ وقتك تحمل هم حق الله عز وجل. فمثلا الصلوات الخمس لها أوقات محددة، فإذا أردت أن يبارك لك في وقتك بمجرد أن يؤذن أذان الفريضة لا تفكر في شيء سوى أن تؤدي حق الله عز وجل، مهما كان عندك من الشواغل والمشاغل. فإذا أصبحت لله عز وجل مؤديا حقه، بل إن من التوفيق للعبد أن البعض لا يفكر في الصلاة عند النداء والأذان، بل منهم من يفكر في الصلاة قبل دخول وقتها بساعات، ومنهم من وفقه الله حتى بلغ درجة الرباط وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة. لن يبارك للعبد في وقته إلا إذا أدى حق الله في صلواته. فالذي يريد أن يبارك الله له في وقته وفي عمره وفي زمانه، أول ما يفكر فيه الصلوات الخمس. فإذا نظرت في يومك إلى ساعات الصلاة وخلصتها لله عز وجل وأديت الصلاة كما أمرك الله، سترى بركة ذلك في جميع أمورك.